ما انت جرحت نيلي كريم لما قلت ان هي ما كانتش عارفه تقول كلمتين في زير. ده حقيقي. ساليها. انا اشتغلت مع نيلي في الحاره. اول مره هي طلبت مني كده. ده حقيقي ازاي؟ بس نيلي كريم ما شاء الله يعني ماشي. تقري وتعترفي ان باسم السمره لما قال ان نيلي كريم اتعلمت مني التمثيل انا وانتصار في زاد كان عنده حق. هو بالتأكيد باسم فنان كبير طبعا، والأستاذة انتصار فنانين كبار وعندهم خبرة أكتر مني في الوقت ده في التمثيل، والواحد يتعلم ده مش عيب يعني. ألوم باسم على كلمة قال ما كانتش عارفة تقول كلمتين على بعض. على بعض عندي أنا في البرنامج قال لي الكلمة دي، ما كانتش عارفة تقول كلمتين على بعض. لأ أنا قبليها كنت عاملة أعمال مهمة وأعمال كبيرة، كنت بعرف أقول كلام كتير ورا بعض.